عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، الامور مزيان، كلشي لاباس. شكرا الناس اللي تابوناو عندي، جداد جدد شكرا لهم بزاف بزاف، كنتمنى لهم حتى هما التوفيق، والقنوات كذلك الصغرى اللي كيدعموني كنتمنى لهم حتى هما التوفيق، شكرا لهم احبائي الاعزاء. انا قلت شحال هادي ما صورتش فيديو في الكوزينه، واخا كنطيب وكل شيء، ولكن ما صورتش هاد الايامات، كنت شويه عيانه ضربني البرد، ولكن اليوم شويه الحمد لله. قلت غنوض نشارك معكم الغداء ديالي شنو غادي ندير. قلت غادي نحشي شي غراتان في الفران هكايا، ونشوف عندي دجاج مشرمل غادي هكا نقليه وصافي، هادشي اللي كاين. وقلت نشارك معكم غدايا باش نتوانسوا شويه، ون هكا حيت البارح كنت حطيت الفيديو ديال الوصول ديال الكود ديال الاكسنس، وكان عندي مسجل في الحقيقه، كنت مصوره هذه تقريبا شي 8 ايام بس صورته، ومن بعد فاش بغيت نلوحو قلت اليوم غدا اليوم غدا، وكنت مرضت وجاني الرواح ما شكيت عليكم والكحه وداكشي، كتكونوا تيكون واحد المورال ديالو شويه ماشي تالهيه، وحتى في الحقيقه حتى المشاهده فاش كتكون شويه نازله ما كتزعمش انك تنوضي وتصوري وتحطي، صافي ما كيبقاش عندك هذاك الحماس بحال اللي كان في الاول فاش عاد فتحتي القناه، كيبقى كيمشي تيتلاشى تدريجيا تدريجيا حتى ما تبقايش قاده انك تصوري في الحقيقه، حيت المشاهده ما كتساعدش ان الواحد يبقى يصور. تنتمناو الناس يشوفوا لنا الفيديوهات ويدعمونا، وان شاء الله باش تكبر القناه ديالنا وتفرحونا، وان شاء الله يا ربي يكون خير. وتنبلغ واحد التحيه خاصه لواحد السيده كانت دخلت عندي في الحفل ديالي اللايف، والبارح درتو تقريبا نهار السبت، يمكن نهار السبت درتو، قالت لي حتى هي راه كتسكن هنا في كليرمون فيرون هنا قريبه ليا، وقالت لي راه انا جار صاحب جارتك، وقالت لي قلت لها يجي عندي مرحبا بك، وان شاء الله يا ربي الا كانت كتسمعني وكتتابعني تجي عند جارتي التحتانيه وتطلعها عندي، مرحبا بك حبيبه على الراس والعين، مدى بيا انا فرحانه بزاف انني نتلاقى مع ناس جدد ونتعرف معاهم باش نحيدوا هذا القنط اللي في هذه الغربه، ونتوانسوا نديروا صداقات، يكونوا صداقات متينه وصداقه ان شاء الله ديال الصح. وانا راه فاطمه تقول لك راه من الدار للمدرسه كندي ولدي، وكنجي صافي ما كنمشي فين ما والو، غير الدار، وحنا درنا هذا اليوتيوب باش نتوانسوا باش نتعرفوا على الناس والناس يتعرفوا علينا. اجي عندي مرحبا بك، سميتها وفاء وفاء ياك وفاء وفاء ياكي سميتها وفاء، اجي عندي حبيبه مرحبا بك. وكذلك تنشكر بزاف الناس اللي ساعدوني، وبزاف الناس زعما كلمه شكر قليله في حقهم، منهم اختي زينب الله يخلي لها وليداتها كدعمني ليلا نهارا منين بدات القناه، وهي كتخدم عليها اكثر من اللي كنخدم انا، انا كنصور اللوح والمونطي وهي كتخدم مع الجروبات، وتبارك الله تعرفت مع الجروبات البنات والعيالات اللي عمرها سلعه كنتابعوهم وكيتابعونا، وكندخلوا عندهم وكيدخلوا عندنا، وبقى بيناتهم صداقه. كنشكرها بزاف، تعذبات على القناه ديالي بحال اللي راه القناه ديالها ولا اكثر، وكتخاف على القناه ديالي اكثر من اللي انا كنخاف، وفاش شديت الكود الادسنس بكات من الفرحه، هي بكات اكثر من اللي انا بكيت، انا بكيت بالفرحه وحتى هي بكات بكاتني. شكرا ليها اخت ديالي زينب الصغيره الحنونه الطيبه اللطيفه الزوينه الانيقه المتوله الحالقه، كل شيء مجموع في هذيك البنت، تبارك الله ما شاء الله عليها، خمسه وخموس عليها، هي زوينه قلبا وقالبا. شكرا اختي الحبيبه، شكرا اختي الغزاله، شكرا اختي الحنينه على الدعم ديالك، انا كنبغيك فوق من هذاك الشيء اللي كتصوري انتيا، الحب ديالك هنايا في قلبي الداخل، كنبغيك بزاف اختي زينب، شكرا لك على الدعم ديالك، وشكرا بزاف بزاف. وبلا ما نطول عليكم، انا بغيت ندير هذا الفيديو باش نذكر الاخت ديالي، وباش نشكر الناس اللي تيتابعوني وكيدعموني، وكلهم لجيت نقول الاسماء كاملين غادي نتلف ويبقى شي واحد فيه الخاطر، من الاحسن نقول كل شيء
كل شيء من الاول حتى التالي، من اللي تبعوني من الاول حتى وباقيين معايا لحد الان، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. شكرا لهم احبائي الاعزاء، شكرا صحباتي كاملين، شكرا العائله، شكرا الناس اللي تعرفت عليهم عن جديد، شكرا لكم بزاف بزاف احبائي. بلا ما نطول عليكم بزاف باش ما يجيش عاوتاني الفيديو طويل وممل، وحنا ما كنملوش منكم، ولكن الغالب الله الفيديو ما كيتشافش بزاف، ولا زدنا طولناه عاد ما غاديش يتشاف. ولكن ما عندنا ما نديرو، سمحوا لينا، رحنا تنبغيوكم، راكم عزاز علينا، راكم في القلب، وكنتمنوا الناس يدخلوا عندنا ويشجعونا الا جات على خاطرهم، وكانوا دايزين وشافوا القناه ديالنا يتابوناو عندنا ويخليو لنا كومونتيرات زوينين اللي كيحفزونا. شكرا لكم احبائي. في الحقيقه صافي، انا ديجا وجدت كل شيء. هانتوما انا هنا غادي ندير المكور، او كما تيقولوا تنقولوا حنا المكور ليشو هذا، غادي نديرو غنعمرو بالكفته والروز. هو غير غسلتو بلا ما نسلقو، ولا سلقتي غير شويه وخا هكاك دغيا كيطيب، ودغيا غادي يتلولك في يدك، غادي يتقطع كامل، غادي يطيب في الفران. هنا عندي الكفته ديالي، هنايا الفونكي انا غادي نطيبو، ديجا شاركته معكم شحال من مره، ديجا درت البصله كتشحر هي والثوم والورقه سيدنا موسى والبزار وشويه الملح، درتهم كيتشحروا وسميتو صافي، وغادي وشويه الزبده وشويه الزيت صافي، وغادي نضيف هذا الشامبينيو او الفونكي كل واحد كيتسميه. هنا عندي شويه المعدنوس، هنا عندي اوراق اليزير روزمارينو او اليزير، باش غادي نديروه هنا في بطاطا مع قلت الفران شاعل شاعل، غادي نحشي بطاطا في الفران صافي. هنا عندي الكفته، انا ديجا حكيت فيها واحد الثومه، وعاد غنقرب فيها الربيع. المعدنوس، هنا عندي الروز غادي نديرو هكاك بلا ما سلقتو بلا ما حتى شي حاجه، دغيا كيطيب هذا الروز نتاع الهنود، تيكون الحبات طويلين ورقيق دغيا كيطيب، الا غفلتي عليه صافي تيولي بصاره. غادي نشاركو هنا وغندير المقادير، غادي نتبع معاكم. هنايا البصله انا كنت شلتها في الاول، فرقتها، درت شويه مع ديال الفونكي في الطيب. غادي ندير البصله هنا، هنا هنا انا ديجا، هنا انا ديجا طيبت لاصوص باش نحرق شويه المراحل، طيبت لاصوص، درت البصله والثوم تا تقلاو شويه في الزويته هبطوا باش يرخيو البنه، ودرت ورقه سيدنا موسى، انا عزيز عليا نطيب ورقه سيدنا موسى وصافي. ودرت مطيشه، اما الا عندكم مطيشه حكوها، عندكم مطيشه جاهزه ديروها صافي. درت لاصوص، شويه الملحه، شويه البزار، شويه سكينجبير. كيكو انا جايه لك، واخا عليك، سمع كيكو اش كيدير، كيغوت، قول شي ولد صغير تيغوت، هذا غير كيكو، ما تديوش عليه بابا غا فاش كترشق له راه حتى يدير في دار صافي. هنا هادشي هو اللي غادي نستعمل صافي. فاش غادي ندير الكغاطان ديالي هنا ديال المكور، صافي هادشي اللي كاين. بطاطا كذلك غادي نحشيها في الفران صافي، هادشي اللي كاين. هنا عندي كفته ديجا درت فيها الثوم، غادي نضيف البصل، تيجي حتى هو زوين معاها، راه كلشي غادي يطيب. غادي نضيف هذاك الروز، ما نقويش باش ما يجيش غامض عليه حيت هو كيزكى. غادي ندير واحد شويه ديال الملح، صافي غادي نديرو هنا، ندير شويه ديال الزيت، زيت الزيتون، هذه ماشي مجهده بزاف تنطيب بيها، هذيك المجهده تنخليها غير الماكله. ندير قليل من الابزار شويه حيت تنعرفوا لاصوص فيها كلشي التوابل، فيها ديال الزنجبيل 3 معالق، شويه ديال البابريكا او الفلفل الحلو الاحمر معلقه عامره تكون باش يجي احمر، شويه ديال الكركم نص معلقة. ها كيكو كيكو صافي،
اللي بغى يدير يضيف الحار يضيف الحار، حتى الحار كيعطيها نكهه زوينه. ما نقويوش بزاف الروز وهذاك الشيء، حتى نعرفوا درنا لاصوص فيها كل شيء التوابل وغادي يدخل. فاش غادي يبقى يطيب هذاك المكور غادي يدخل معاه هذاك لاصوص. ها هي صافي، غير بقى نزيد واحد شويه حيت هو كيكون فيه تنوره. اللي بغى يدير ورقه ديال النعناع، عندك ورقه النعناع ديري، بغيتي ديري شويه ديال الزعتر، بغيتي دير شويه ديال الزعتر ديري شويه في اي حاجه، الاعشاب المنسمه تقدري ديريها تجي زوينه حتى هي كلها. والفرماج راني جابده من الثلاجه حتى هو غادي نديرو. صافي ما نقويوش بزاف حتى يتنفخ بحال هكا. صافي من الاحسن ما يتسلقش باش هو غادي يطيب براسو في الفرن. تعرفوا المكور دغيا كيطيب بحال هكا بحال هاد الطريقه هادي. صافي وكديري وحده حدا وحده بحال هكايا. من هنا راه ما تبقاش ديروا هكا تعوجوها بحال هكايا. صافي حيت شي مره كنشريو المكور باش نديرو كسكسو ومع تكون العائله صغيره كيبقى غير تيضيع، من الاحسن الواحد يديروا بحال هاد الطريقه. كفتاها نتوما هكا لما ما بغاتش تقسموها، هذيك الراس اللي تيكون غليظ قسموه معليش. بحال هكا ديري هادي من هنا بحال هكا. غنبقينا على هاد الطريقة حتى نسالي هادشي ديالي. شتو قسموها معليش، ونطويو من هنا ونطويو من هنا ونمشيو بحال هكا هكا. شتو هكا قسموها حتى تكون هذاك الراس يكون شويه قاصح، وطويو من الجناب صافي ونمشيو. نبقاو غاديين تندورو حتى ندوروها كامله. صافي انا عندي بطاطس غادي ندير فيها الزبده، غندير فيها الزبده هكا والملح. راه ديجا درت الزبده في الاول وغادي نضيف، حيت هاد البطاطا كتبغي الزبده وتتبغي تحس. لو عندكم زيت البلديه ديرو، انا غندير واحد القطرات من بعد الملح هكا. ندير اوراق اليزير حيت اوراق اليزير هذا روزمارينو او غومغان كيتواتى بزاف مع البطاطس ومع الدجاج مع ايطاليا تيطيبوا به بزاف هاد غومغان. انا ديجا غسلته كلشي، عندكم يابس ديروا يابس، عندكم خضر ديروا خضر، كلشي مزيان. غير خضر خضر كيرخي البن اكثر تيكون طري. زيت زيتون هكا هكا صافي. غنشاعل شاعل نحشيهم يطيبوا صافي غير بحال هكا وغتغطيها صافي. كتجي زوينه منكها بالريحه ديال روزمارينو. الاداه ديالي هنايا كما كتشاهدوا، غادي ندير غير شويه ديال لاصوص من فوق. حتى الموتزاريلا بغيتي تقطعيها دوائر وديريها، ولا بغيت عندك فرماج حكي اللي بغيتي انتيا. واحد القطرات ديال زيت الزيتون باش تعطي البنه. شوف هذا المكور كيرخي الماء ما نقولوش بزاف. صافي غادي ندير الزيت الفراني سخون صافي باش نديرهم. وهذه كيفاش كيطيب
صافي ها هو هنا تيتحمر ليا الخيبات ديالي تيجي زوين. طلي عمرت بها جوج فلفلات، درت لها الصوص هنا عاوتاني، درت شويه مطيشه وشويه الثومه غير حطيتهم بالزربه وداك الشيء، درت واحد الفلفله حاره ها هي تيجي زوين. صافي بطاطا طابت تتكون دايره فاش كطيب كتهبط تجي زوينه، فيها الريحه ديال اليازير كتجي غزاله. الفليفلات عامرين ها هو كما كتشاهدوا جا زوين. غراتان ديالنا ديال الوراق ديال المكور معمرين بالروز والكفته ولا صوص جاو زوينين، جاو هائلين في الحقيقه. هانتوما تيجي زوين المرسوم، نشوفوا كيفاش جا. يجي زوين في الحقيقة. ها تيجي زوين مع معمر، الرز طاب، الكفتة طابت. تيجي زوين خاطر المريقه خاطره. انا طاب ليا الغدا ديالي اللي شاركت معكم، في الحقيقه الكغاطان ديال المكور كيجي بنين في الحقيقه، جربوه اللي ما كيبغيش المكور يضرب بهذه الطريقه غادي يعجبو ان شاء الله، يعجبكم الفيديو. وكنقول لكم على الدعم ديالكم وكنتمنى دائما جديد. شكرا لكم، مع السلامه.